الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا يا رب العالمين. حياكم الله أبنائي طلاب الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، معنا أول درس من دروس القرآن الكريم، والذي هو بعنوان عون الله تعالى لعباده المؤمنين. والدرس الأول أبنائي الكرام هو من سورة آل عمران، الآيات من 121 إلى 129 في الصفحة 17. هذا الدرس وهذه الآيات تتحدث أبنائي الكرام عن غزوة أحد وماذا صار فيها، ونستعين بالله عز وجل ونبدأ. معنا في البداية أبناء الكرام نسمع سورة الفاتحة، لأن هذا من مشاريع قسم التربية الإسلامية، وهو قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا يتم صلاة الإنسان إلا بقراءتها القراءة الصحيحة. نستعين بالله ونستمع للآيات الكريمة أو لسورة الفاتحة بصوت الشيخ مشاري، نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. إذن أبنائي الكرام نحاول أن نقرأها القراءة الصحيحة حتى تقبل صلاتنا، وحتى يعني نكون على بينة من الأمنة. فالفاتحة على المرء المسلم أن يتعلمها وأن يقرأها القراءة الصحيحة. أعوذ إذا نبدأ أبنائي الكرام بالآيات والتي تتحدث عن غزوة أحد، وهي في سورة آل عمران. نستمع للآيات ثم نعود لشرحها. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أبناء الكرام، هذه الآيات تتكلم عن غزوة أحد، يبين الله لنا وإذ غدوت أي محمد صلى الله عليه وسلم، الغداء هي أول النهار، من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزل المقاتلين منازلهم في المعركة، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهذه لها سبب نزول أبناء الكرام، وهي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف من أصحابه لملاقات الكفار في أحد في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر. فلما قاربوا عسكر الكفرة وكانوا 3000، انخذل عبد الله بن أبي بن سلول، أي رجع بثلث الجيش، وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، ولكن حيان من الأنصار، يعني قبيلتان أو وهما بنو سلمة وبنو حارثة، عصمهم الله تعالى فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع. أما سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته. ورباعي أبناء الكرام هي السن الذي ما بين الثنايا وما بين الناب. كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت يعني يمسح الدمع عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. معاني الكلمات قلنا إذ غدوت معناها الغدو أول النهار، تبوئ تنزل المجاهدين في أرض المعركة من فورهم، أي من ساعتهم، يعني الحين أن الله ينزل ملائكة تقاتل مع رسوله، مسومين أي معلمين، قيل معلمين على القتال، أو أن الملك معلم من سيقاتل من الكفار، ليقطع طرفا ليهلك طائفة، يكبتهم ما قال الله أو يكبتهم فينقلب خائبا، أي يذلهم أو يخزيهم. نقرأ ما ترشد إليه الآيات. أولا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ المؤمنين ويعصمهم من الوقوع في المعاصي. اثنين أن النصر من عند الله وعلى المؤمنين الاستعداد والأخذ بالأسباب. ثلاثة أن الملائكة جند من جنود الله يساعد الله بهم من يشاء من عباده، فالله أنزل ملائكة في غزوة بدر وفي غزوة الأحد هذه التي في الآيات. الصبر والتزام أمر القائد من عوامل النصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين في الجبل على جبل أحد ألا ينزلوا. فهذه باختصار أبناء الكرام عن الآيات الأول، إنما إن شاء الله تراجعوها وتحفظوها، وهي في صفحة 18 للحفظ. أسأل من الله الكريم أن يوفقني وإياكم لكل خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.